في ظل الظروف الحاليه، هل الدوري هيستأنف فعلا؟ هل هيرجع النهارده الاتحاد او اللجنه الخماسيه بتنزل الجدول بتاع الدوري، ولا شايف انه ممكن تحصل في الامور امور في ظل متغيرات ربنا وحده الاعلم بيها؟ شوف، هي المتغيرات اللي احنا شايفينها بمستوى الدولة وقرارات رئيس الوزراء وقرارات إدارة اللجنة اللي بتدير الأزمة، هي كلها قرارات مبشرة وبتدي إن الأمور ماشية في وضع مستقر. ماشي تمام؟ ماشي، ده الحالة العامة. الحالة الخاصة بتاع كرة القدم هي رغبة الدولة، زي ما شرحت لك وقلت لك ممثلين الدولة هم اللي أعلنوا عودة النشاط. مظبوط، تمام؟ فلازم الناس كلها تحترم هذه الرغبة، لازم الناس كلها تساعد ان احنا نقدم الوجه المضيء، ان بلدنا بتتحرك وبتتخطى الازمه اللي اثرت عليها شهرين او ثلاثه، فاحنا كلنا لازم نتكاتف في كل المجالات. ده عين العقل بتقول كده. احنا عندنا دوله عندها صعوبات كتيره، واحنا شايفين كل الـ يعني الـ الاشياء اللي تحديات كتير، بتواجهنا ملفات كتير. والتحديات سواء خارجيه او داخليه او في كل الاتجاهات، والدولة بتبذل قصارى جهدها ان هي تحاول تعيد الحياة من جديد عشان خاطر المواطن المصري سواء في الاقتصاد او في اي شيء. فاحنا كمنظومة رياضية منها كرة القدم كجزء، لازم الناس كلها تتكاتف وتساعد. حتى لو في بعض الصعوبات في البداية، لازم الناس كلها تتكاتف ان احنا نتجاوز هذه الصعوبات، ما نكونش واقفين لبعض ان احنا بنتصيد الاخطاء. لو وقفنا على التصيد هنقعد في دوامة زي ما حضرتك بتقول كده، طب احنا هنكمل ولا مش هنكمل؟ لا، لو في رغبة حقيقية عند الناس هنتخطى كل هذه الصعوبات، الناس هتلتزم بالإجراءات الاحترازية، بالتالي هنحاول نحافظ على اللعيبة بشكل كويس، مش هيحصل في الموجة والهلع والناس بتاع شفت هنا 18 هنا 2 هنا 3. لا، ما هو ده نتيجة ايه؟ ان انت حضرتك قاعد كده في الشمس على الكرسي وعمال تقول تفكر كل شويه، طب انا اخلع ازاي من الموقف؟ مش عايز العب، ده انا ههبط، ده انا مش عارف ايه، ده انا مش عايز من الاول، ده انا معارض من البدايه. فكل ده بيخلي حضرتك ان انت اي خبر سلبي بتكبر فيه.